السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هجرنا ذات السلاسل، عزنا اسوار تصدر، واسألوا قصر الندى اذ به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة، وهذه حلقة جديدة اخترت لكم الشيخ فراج الصهيب. خزعبلات الشيعة عندنا ما تكملش، يقول لك حلويات وشوكاليت تعالج كل الأمراض، ترياق الحياة هذا خلاص، يعني حتى لو في بقى كورونا تأخذ لك الشوكولاتة حق الحسينيات تتعافى فيها. وما طوش عليكم، تعالوا مع بعض نضحك على الشيعة، ولا تنسوناش باللايك والشير والكومنت، لو انت مش مشترك اشترك معايا، لو مش فعل الجرس فعل الجرس عشان نستمر ندك الشيعة كل مرة اخواني اخواتي. ويلا بسم الله على بركة الله نبدأ. بسم الله. الوحدة تكفي قبيلة، يلا مثلا قبيلة الأسدي، قبيلة الخزعلي، كل الخزاعلة في شوكليتة. خلونا نشوف، هذا ترى ما قاله واحد عامي، هذا شيوخهم المعتبرين. قول لاحظوا يا اخواني شلون يحاول تسويق الشوكليتة. انا راح ادرسكم الخطاب النفسي والعقلي عشان تفهمون العقلية شلون تدار. الحين حط في الصورة محمد واهل بيته، هنا الشيعي يذعن ما يستطيع ناقش، والموضوع شوكليتة، مو موضوع محمد وآل بيته، موضوع شوكليتة. شوفوا الآن اليد محطوطة فوق الرأس، يعني قد أطلقت حالة الإنذار، وانتبهوا قد دوت صافرات الإنذار، والموضوع جد وخطير فركز. استعانت أيضا بالصراخ، الشيعي ما عنده قال الله قال الرسول، ما علمه القرآن، فلما يصرخ عليه يرفع الصوت يبرك يجلس أبدا، حتى ذهنه يشل تماما، يشل عن التفكير، يقبل على طول. شوفوا الحيل النفسية في الخطاب، شوفوا يا أخواني طالع، هذه صلوا على النبي بأعلى صوتكم عشان يمسح الخرابيط اللي قالها. إن الشوكليتة من الله، شوكليتة من الله شلون يعني؟ ما في أحد يسأل شلون شوكليتة من الله؟ الطن اللي أنت جايبه أنا لو كنت مكانهم لضربت فيه وجهك، لأنك تكذب على الله وتكذب على رسول الله وتكذب على أهل البيت. من وين جايبة شوكليتة؟ ومن اللي أرسلها لك؟ ومن اللي قال لك أن الشوكليتة تشفي قبيلة؟ هذه لو كان شنو العلاج اللي يشفي قبيلة يا أخو؟ شوكليتة تشفي قبيلة، طيب القبيلة شلون تأكلها أصلا؟ واحد أخذ لحسة، فسروا لي يا أخواني، قبيلة قبيلة شلون تأكل شوكليتة؟ ببركة محمد وآل محمد، خلاص 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 ما في نقاش. مستوى العقول، يعني بعض الإخوة يقولون لا فيهم مثقف، فيهم دارس، فيهم متعلم، لا هنا الهندوسي حتى تلقاه خبير بالسلاح النووي، ها، وما يناقش بعقله عبادة البقرة. كذلك هؤلاء، ما أتكلم يعني عن كل شيء، على الحمد لله هناك حركة تحرر وتفكير الآن وترك لهذه الخزعبلات بحمد الله عز وجل. لكن لاحظوا صلوا على محمد وآل محمد، خلاص شغل يعني زر إغلاق العقل. كل واحد يأخذ له شوكليته، وإذا أخذ الشوكليته خلاص أمورة طيبة، سنيكرز بونتي أو باونتي أو
تويكس ولا كيت كات؟ شنو هي بالضبط؟ هذا اللي تشفي قبيله يا جماعه، هذا تشفي قبيله. الله العظيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بس هكذا يفكرون، هكذا يقال لهم. لكن لو قرأوا القرآن ماذا سيجدون؟ اقرأوا معي، انظروا سيرة الأنبياء حينما يمسهم الضر، يأكلون شكليتة؟ خلونا نشوف. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أخواني قبل أن أكمل، اضغطوا على زر الإعجاب لينتشر هذا البث. الإخوة في الفيسبوك اضغطوا على زر المشاركة وانشروا البث. كرمكم الله وتفضل علي وعليكم. أقرأ وياكم أخواني، اقروا معي، اقروا سيرة الأنبياء فيها الهدى من القرآن في سورة الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه، نادى من؟ شكليته؟ صاحب قبر. نادى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الخطاب وجه لرب العباد. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. إذن أيوب لما مرض وطال مرضه، استمر إلى 14 سنة، يقال 16 أو 18 سنة مريض، راح القبر واحد من الأنبياء، دعا واحد من الأموات، استغاث بشكليته، دعا ربه، أنت مطلوب منك أن تعبد الله الذي يراك حين تقوم، الذي يعلم بخطرات قلبك، الذي سواك وخلقك ويعلم نيتك ويرى حالك ولا يخفى عليه منك خافية. الله الذي أوجدك من عدم. الله الذي قال في كتابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اقرأ القرآن يا شيعي، أبو شكليتة يجهلك بالقرآن عشان يمرر عليك النصب والاحتيال. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ربك المعطي الذي عنده مرادك وعنده حاجاتك هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيوب لما احتاج وين راح يا شيعي؟ باب الحوائج، فلان ينطي المراد، والله أبو الرأس الحار ينطي المراد، لا والله القبر ذاك مجرب مجرب. هل كان هذا في سيرة الأنبياء؟ اقرأ القرآن معي، فصل في القرآن من أول آية إلى آخر آية، قول لي هل الله أمر أن يدعى غيره؟ انظر يا أخوان، أن يدعى غيره سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. انظروا، وذنون يونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شلون ظن أن لن نقدر عليه؟ يعني الله ما يقدر عليه؟ لا لا، أي أن الله لن يقدر عليه العقوبة، أن الله لن يعاقبه على ما فعل من خروجه من قومه بدون أمر الله سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه. فلما جاءت العقوبة انظر ماذا صنع. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هل هي ليونس يا ربي لوحده؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه السلام كانت له حاجة إلى الولد، كان محتاج الولد. زكريا شاب راسه وما عنده ولد، أراد المراد، أراد أن ينطى المراد، أن يعطى المراد. وين راح؟ سأل من عنده المراد تعالى وحده لا شريك له، لا الأموات ولا المقبورين ولا الهياكل العظمية. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، الله الله، لاحظ لاحظ، أيوب فاستجبنا له، يونس فاستجبنا له، زكريا فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم ماذا كانوا يفعلون؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا، ما يدعون غيرنا، يدعوننا. المراد عند ربك وانت في بيتك، قول يا الله. يضحك عليك هذا المجرم المشرك أخو أبو جهل، يوقعك في الشرك باسم محمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد منه براء. اصحى يا شيعي، اصحى يا شيعي، لا إله إلا الله. بفتح مجال الاتصالات وبقول من وين ينطون المراد. شيعي هجرنا ذات السلاس، عزنا أسوار تصدر، واسألوا قصر الندى إذ به الحق عذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني أخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة، وهذه حلقة جديدة اخترت لكم للشيخ وليد إسماعيل. وشيعي غبي منه ما فيش، يعني هذا غبي غبي، عشان كذا ما طولش عليكم، تعالوا نشوف الغبي هذا. ولا تنسوناش بالاشتراك واللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، كل هذه الأشياء. لو أنت مش مشترك اشترك معنا عشان نستمر ندك الشيعة. وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، شلونك استاذ؟ الحمد لله، والله الحمد لله. تفضل. الحمد لله على كل حال. انا في ليله البارحه اتصلت فيك وانقطع التيار. ما يهمش حاجه، انت بتاع التاكسي؟ ها؟ بتاع التاكسي انت؟ لا تاكسي شنو، انا ابو فاطمه. البارحه اتصلت لك على حديث. ابو فاطمه تفضل. القليل لا نكمل الحديث لاني قطع التيار، فحاولت الاتصال بك فلا لم يعمل الاتصال حقيقه. كثر الاتصالات على قناتك. تفضل. طب خش في الموضوع. تمام. نحن في صدد الحديث النبي عليه الصلاه والسلام، اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، احدهما اعظم من الثاني، الاخر الله حبل الممدود، الى اخر الحديث، وعترتي اهل بيتي لا يتفرقان حتى يرجع الي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني. وانا حقيقه اسالك هذا السؤال، فانظروا كيف تخلفوني في هذا الحديث، كيف طبق هذا الحديث بعد وفاته؟ بس 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 بس، لفظ الحديث ايه؟ معلش، لفظ الحديث ايه؟ لفظ الحديث ايه؟ وطبقه لنا على ارض الواقع لو سمحت. جيد، تفضل. الحديث بعد الرسول، هنا توجز الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يطبق، بص يا استاذ، يا استاذ سياده المعمم، الذي يطبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم المفروض احنا نطبقه، فلو سمحت كلمنا على زماننا دلوقتي، احنا عايزين نطبقه، نعمل ايه؟ اتفضل. على زمانك مو، خلينا نكمل يا استاذ. اصل انا ما بحبش اللف والحوارات وطلوع المريخ ونزول من المريخ ونروح لزحل،
لو سمحت الآن نحن نريد أن نطبق هذا الحديث على أرض الواقع الآن. هذا الحديث عندك لا يطبق، بما أن هذا الحديث ولي معاذ بالله أنه باطل ولا يطبق، لكونه أستاذ وليد لا يريد أن يطبق هذا الحديث في هذا الزمن، أي يريد أن يأتي الآن بإمام يطبق له هذا الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ الله يبارك في عمرك، أنا الآن عايزين إحنا دلوقتي بشر زي ما كان الصحابة بشر، فنحن الآن بشر ولله الحمد لله، الحمد لله مقتنع إن إحنا بشر أكيد. يعني ما أجري على الصحابة بشر. المفروض يجري علينا نحن أيضا. نعم حلو قوي. الآن اتفضل قولي صيغة الحديث اللي أنت عايز تطبقه في زماننا ونطبقه أنا وإنت الآن في زماننا. اسمع جيد، خليني أقول لك قضية حتى تفهم الحديث مضمون الحديث، وإنما نأتي الآن على مضمون الحديث، ومضمون الحديث حقيقة خطير جدا لما أراد أن يوصل النبي عليه الصلاة والسلام للأمة حينما قال إني تارك فيكم، خليني أكمل فدوى قلبك، خليني أكمل، إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تظلوا أحدهما أعظم من الثاني، أي إن هذا الكتاب مرتبط بالشأن الآخر اللي هو أعظم من الثاني، حبل الله ممدود من السماء إلى وعترك أهل بيتي ويتفرقا حتى يرد إلي الحق. إذا بمعنى أن هناك سيكون ضلال للأمة في حال إنهم أخذوا بالكتاب وتركوا العترة، أو أخذوا بالعترة وتركوا الكتاب، والمراد من الحديث الشريف للرسول عليه الصلاة والسلام هو من أين تأخذ السنة؟ وضحت الآن في سؤالك والسنة أي بمعنى من أين تدخل السنة؟ تدخل السنة عن طريق الصحابة أم تدخل السنة عن طريق أهل البيت؟ وهذا الحديث الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بتقرأ منين؟ هذا الحديث ولا تدخل غير حديث آخر. يا أستاذ أنا عايز أطبق. يا أستاذ سيبك من القراءة دلوقتي أو الحفظ اللي أنت حفظه، الآن نحن نريد أن نطبق الحديث سواء اتبعنا الإمام أو لم نتبع الإمام. الآن المفروض أن أنتوا عندكم مشروع تفسيري لهذا الحديث، فتفضل قل لنا إيه هو المشروع لتطبيق هذا الحديث، عايزين نطبقه يا جماعة الخير الآن. يا عم إحنا كلنا دلوقتي لسه داخلين الإسلام دلوقتي، فسمعنا كلام مراجعكم الآن وسمعنا كلامكم أنتم بأن هناك حديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيت وأنهم لا يفترق حتى يرد عليه الحوض. الآن إحنا عايزين نطبق ده عملي، داخلين الإسلام الآن وعايزين نطبقه عملي، نطبقه إزاي؟ نطبقه بالأخذ بالسنة الصحيحة التي أمر بها الرسول. فين بقى السنة الصحيحة دي؟ يعني هناخد السنة معلش السنة الصحيحة اللي هي الروايات صح؟ نعم هي الروايات، يعني مش الإمام، مش شخص الإمام. طب هو مين اللي راح يعطيك سنة الرسول غير الإمام؟ إذا هو فين الإمام يا عم؟ هو فين الإمام يا عم؟ هو فين الإمام؟ تكلم بعقل يا أستاذ، وفين الإمام؟ اسمعني أنت، يا أما أن تتكلم بعقل وتتكلم من معرفة يا أما سيادة المعمم أنيها معاك أجيب لك من الآخر. سيادة المعمم طالما أنت حضرتك مش عايز تفهم ما معنى أنهما لن يفترق حتى يرد على الحوض، ما معنى؟ يعني اسمعني لا والله العظيم أسيبك، ما معنى أنهما لن يفترق حتى يرد على الحوض، ما معنى؟ أي أن الكتاب والإترة ملتزمان بعضهم في بعض. لا حلو أو حلو حلو، يعني يا جماعة الخير العترة لن تفترق على الكتاب عن الكتاب صح؟ صح. طب العترة والكتاب الآن، العترة والكتاب الآن الاثنين غايبين ولا الاثنين حاضرين ولا ايه؟ غايبين. الاثنين غايبين ولا واحد حاضر واحد غايب؟ انا عندك غايبين يا استاذ. يا عم انا عندي، يعني انت شايفه؟ انا عندي ما غايبين. طب روح هاته تعال، روح هاته تعال، روح هاته تعال، روح هاته تعال. ده يا جماعه الخير خلاص بقى كفايه كده، يعني كفايه، ما احنا مش هنأيدهم في الخرافات بتاعتهم، لعب العيال خلاص. هنا مفيش لعب عيال ولا تضحك على عقلي. جعان شبعان، نايم صاحي، قايم واقف، موجود مش موجود، غائب موجود. لعب العيال ما بنلعبوش. اللي انتوا بتضحكوا بيه في الحسينيات كان زمان وعدى. كان زمان وعدى خلاص. هتقول لي موجود هقول لك روح هاته. تفضل. شلونك شيخ؟ الحمد لله. تفضل.
ألو، مساء الخير الشيخ. شيخ وليد؟ أي وليد، علي صوتك شوية لو سمحتي. أول شيء أنا حابة أخبرك أني أنا كنت شيعية بس تركت المذهب، وأنا أصلا حتى يعني من عائلة معممين. الحمد لله. يا شيخ أنا راح أخبرك شيء، بس أتمنى أن يعني تعطيني مجال وما تقاطعني. تفضلي تفضلي. أنا سبب تركي للتشيع ما كان حضرتك ولا كان حضرة باقي الشيوخ السنة، لأني لقيت نفس التقديس الزايد عن اللزوم لآل البيت موجودة عندكم أنتوا هم، يعني مثلا فاطمة سيدة نساء العالمين، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني كأنما أنه هذا الدين هو دين فاطمة وأولادها. أنا يعني أنا سبب ترك التشيع لما عرفت أنه هذا دين الله مو دين فاطمة وأولاد فاطمة. يعني أنا مستغربة من أنه حتى أنتوا كشيوخ السنة تعطون فاطمة أهمية أكثر من اللازم، وهي أصلا ما لها أي إنجاز للإسلام أو للأمة الإسلامية أو حتى للعالم. هل هاي الروايات الموجودة عندكم اللي هي متشابهة هي روايات مندسة أو غير صحيحة، ولا شنو القصة؟ لا دي انت ناصبية بقى، مش انت مش عايزة تبقى صدنية، انت ناصبية. وزعها عبد الله زحلقة، شكرا منك. وانت مفكرة انت مثلا لو ولد مغير صوته وتقول لنا الكلام ده هنقبلوه عن سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بأبي هي وأمي؟ وبعدين لما تتكلم عن سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها تكلمي صح. ويستحيل واحدة شيعية تقول الكلام ده، لا انت ما كنتش شيعية في يوم من الأيام، لو وبعدين انت حتى لو ولد انت ما كنتش شيعي في يوم من الأيام. فالله مستعان، انت شكلك ناصبي اساسا، يعني لا سني ولا شيعي. الله العظيم يا شيخ، حياك الله حياك الله يا شيخ. ها لا، عبد الله بيقول لي نورهان، هي بتقول نورهان ومكتوب على الواتساب بتاعها محمد التركي، يعني حتى في الهبل مش عارفين. الله المستعان. طب قبل ما تدخل لنا حد عبد الله، عايز بس وزي ما شفتوا اخواني اشياء حتى يحاولوا يدخلوا بصوت بنات عشان يكذبوا، والله العظيم هذول هبل متمسكين بنفس الكلام ونفس الحديث، العتره 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 العتره، ولما يقولوا الشيخ طبقوا الحديث خلاص يضيعوا، والله ما يفترقوش. طيب لو ما يفترقوش فين الان؟ داخلوا بالسرداب 1200 سنه، ايش ده اصحاب الكهف ما ناموش كذا، استغفر الله العظيم. العموم ما طوش عليكم، تعالوا مع بعض بنشوف الفيديو الثاني وايش الشيخ وليد بيقول مع هذا الشيعي. خلينا نفحم الشيعة في الموضوع ده كمان. يا طارق علي الصوت هنا. عبد الله، بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر. قال بالبقى يا طارق، الإمام بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي، فهو ملك الذات إلهي الصفات. ما معنى صفاته إلهية؟ شكو صفة لله انطيها للإمام، شكو صفة إلا أن الإمام ربه الله بس. يعني الإمام ليس مع الله على النحو العرضي، أي أن الإمام الله والله الله، لا لا لا، وليس الإمام خالق الله، هذا كفر، الأول كفر الثاني كفر، بل أن الإمام نور خلقه الله بس. شكو صفة عند الله، شيلها نطيها للإمام بدون كلام. يا طارق، الإمام بدون كلام خلاص. أي صفة لله، أي صفة لله اديها لعلي بن أبي طالب، وأي صفة لعلي بن أبي طالب مشترك فيها مع الله، لكن علي مش إله، لكن باقي الصفات كلها للإمام. طيب، الله عز وجل لا ينام، الإمام ينام. الله عز وجل لا يأكل، الإمام يأكل، استغفر الله العظيم. الإله لا يدخل الخلاء،
علي يدخل خلاء. الإله ليس له ولد، علي له ولد. الإله ليس له زوجة، علي له زوجة. الإله يغتسل، الإله لا يغتسل، علي يغتسل، إلى آخره. آه وليد، وليد لا 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 لا، مش كل الصفات، مش كل الصفات. ليه؟ لأن دي صفات بشرية، يعني دي صفات بشرية، تمام. إذا كان يا أهبل علي بن أبي طالب بشر، فكيف صفات البشر تنطبق مع صفات الإله؟ يا غبي، ما تقول كل الصفات عشان محدش يضحك عليك على الأقل، يعني ما تبقاش غبي، ما تبقاش غبي عشان ما يجيش حد زي كده يضحك عليك. يعني حتى في غبائك استعمل الذكاء شوية. عايز تضحك عليهم اضحك عليهم يا عم، خد فلوسهم، بس مش بالغباء ده، إنما هروشة. كل صفات الإله في علي بن أبي طالب، وصفات علي بن أبي طالب مكتسبة من الإله، يعني هي صفات الإله. طيب هتقول لا، عن علي بن أبي طالب بشر. طب ما هي بشر، يبقى لما تيجي تقارن، قارن البشر بالبشر وليس البشر بالإله. جاتكم نيلة، خيبت ظن أتبعكم فيكم. هات يا عبد الله. أيوة، أصل الإله يموت، آسف آسف، البشر يموت ولكن الله لا يموت. الله يخليك. الله العظيم، فاستخف قوم، هم اللي استهلوا، والله العظيم هم اللي استهلوا، والله هم اللي استهلوا، هم اللي استهلوا، هم ما هم لهم بيفكروا، ما كانش واحد عبيط زي ده جه ضحك عليهم. تفضل. السلام عليكم شيخ. هجرنا ذات السلاس، عفنا أسوار تصدر، واسألوا قصرا لدى إذ به الحاق عكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الكرام، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخيرين. معكم أخوكم أبو حسين من قناة دك الشيعة، وأدي حلقة جديدة اخترت لكم الشيخ رامي عيسى. والشيعة هذول المشركين الكذابين. ما أطولش عليكم، تعالوا شوفوا معي الحلقة وأسيب لكم التعليق. لا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وتفعيل الجرس، واشترك لو أنت مش مشترك عشان نستمر ندك الشيعة. ويلا وبسم الله على بركة الله نبدأ. بسم الله. طب خلنا ناخد الاتصال ده الأول. أيوة، سلام عليكم. سلام عليكم. سلام. ايوه ارفع صوتك شويه. سني ام شيعي؟ شيخ رامي. ايوه سني ام شيعي؟ اني شيعي. حياك بإذن الله. حياك الله، تفضل. الله يحييك، الله يعزك. شنو الاشكال اليوم؟ والله يا اسمك ايه اولا؟ اسمي علي. والله يا استاذ علي، الاول احنا نتشرف ان انت بتشارك معنا في البرنامج ونسعد بتواجدك معنا. النقطه الثانيه، اشكرك. الله يسعدك. النقطة الثانية، احنا بنتكلم بنقول هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة بأسماء الأئمة الاثني عشر، أم أن النبي عياذا بالله صلى الله عليه وسلم وحشاه قصر في ذلك؟ هل بلغ الأمة، صعد على المنبر وبلغ الأمة بأسماء الأئمة الاثني عشر؟ تريد بكتبنا لو في كتبكم؟ في أي شيء؟ في كتبنا، نعم، في آيات التطهير. انما يريد الله لازم عنكم الرجس. لا لا لا، خلينا نكمل، خلينا نكمل، هخليك تكمل، هخليك تكمل، بس تفهم السؤال الاول، بس تفهم السؤال عشان ايه التطهير هتنزل معك وهتبقى علي وفاطمه والحسن والحسين. يبقى انت ما فهمت السؤال، افهم سؤالي الاول. انت سالتني، ما افهم سؤال، انا هسيبك تجاوب، هسيبك تجاوب يا حبيبي. افهم سؤالي، هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الامه قال الامام من بعدي علي ثم الحسن ثم الحسين ثم الباقر ثم الصادق ثم الجواد ثم الرضا ثم الهادي ثم الحسن العسكري وابن الحسن العسكري؟ هل النبي عمل كده؟ بس ده السؤال، هل النبي بلغ الامه باسماء الائمه؟ اي نعم. تفضل. اي نعم، انطيني مجال، خليني اتكلم، خليني اتكلم. في مجال، تفضل يا حسين. يا علي، في حديث الكساء لما نزلت ايه التطهير، انما يريد الله يذهب عنكم من رسل البيت وطهركم تطهيرا، ف انا جدهم ما حافظ نص الرواية بالنص، المهم أنقل لك المحتوى والرواية صحيحة.
أنه هذه الآية نزلت النبي يتكلم نزلت فيك يا علي وفي فاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين وإلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فالآية موجودة، العفو، الرواية موجودة والآية موجودة. طب واحدة واحدة نمشي واحدة واحدة نمشي تفسيرنا نمشي واحدة واحدة نعم. أنا وأنت أرد عليك ونمشي واحدة واحدة أنا وأنت. الأستاذ علي ضيفنا الشيعي بيقول إن ما نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، وده خطأ متعودين من الشيعة هداهم الله إن هما بيجتزئوا جزء من الآية. فالآية بتبدأ بقول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، الآية دي رقم 33 من سورة المائدة، وكما قال كمال الحيدري سيد الشيعة إن الآية اللي قبلها بتتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية بتتحدث عن نساء النبي، والآية اللي بعدها بتتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فبيبتروا سياق الآيات منه. لا اسمعني منه. أنا برد عليك يا حسين اسمعني وبعدين هسمعك. فبيبتروا سياق الآيات ويجوا للآية دي يبتروها أيضا ويأخذوا جزء منها فقط، ويأخذون قول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما بياخدوش الآية من أول وقرنا في بيوتكن لأنها تكشف أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هتنازل معه بصحة الرواية كمان ديت، إن جمع علي وفاطمة والحسن والحسين وأدخلهم في الكساء، وده حديث الكساء موجود عندنا ونحن اللي رويناه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، لكن مش موجود عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال جمع علي وفاطمة والحسن والحسين وقال لهم يا علي إنما يريد الله يذهب عنكم أنتم الأئمة، أنت يا علي والحسن والحسين والباقر والصادق، وعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لم يبلغ الأمة، يبقى النبي بلغ علي فقط. ينفع النبي صلى الله عليه وسلم ياخد واحد من الصحابة ويقول له تعالى هقول لك سر العصر أربع ركعات، هيقول له كده؟ لا، بلغ النبي وعلم الأمة. فأنا سؤالي، هل صعد النبي المنبر بعد أكذوبة الرواية اللي انت جبتها دي؟ وكل إنسان عقل يعلم بأكذوبة هذه الرواية. السؤال يا أستاذ علي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وقال لهم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم، أو في حجة الوداع أو في اجتماع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم اللي لا يخشى في الله متلائم، صعد وقالوا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صعد المنبر أو في أي خطبة من خطب الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة دعوته، أربع خطب في الجمعة في الشهر، ده خطب الجمعة بس، احسبوا بقى في 23 سنة مثلا ولا حاجة مع الخطب اللي كان بيخطبها صلى الله عليه وسلم، هل في يوم من الأيام جمع الصحابة وقال البيت وقال لهم الأئمة بيبدأون بفلان وفلان وفلان وفلان؟ تفضل تفضل يا علي. علي علي الخط مفتوح يا علي والله. استنى علي تسمعني الان؟ اسمعك أيوة. انه انت غلقت على المايك. لا انا كده سمعك، بلغ بقى النبي، حبيت اشرح لك عشان ما تقاطعنيش زي ما انا سمعتك. اعطيني مجال، اعطيني طيب. مجال، انت مو تاخذني بالحكي، اعطيني مجال. طيب انا بعطيك مجال يا علي بشريطه انك تقول للنبي صعد المنبر وبلغ الامه، ولا عندكم الحديث ده بلغ علي بس في السر كده؟ اسمع من عندك. تمام اعطيني مجال، اعطيني مجال، اعطيني مجال. اولا انه احنا هذه كانت لك الروايه. ثانيا القضيه الاخرى انه احنا نمشي بتفسير من؟ احنا كشيعة نمشي بتفسير الائمه المعصومين، والائمه المعصومين قالوا كذا. هاي نقطه. النقطه الاخرى ارجو لا تقاطعني، النقطه الاخرى انه النبي ما بعد استشهاده، قبل استشهاده العفو، انه وصى بكتاب الله وعترتي اهل بيتي، وهذه الروايه صحيحه عندكم قبل ما تكون عندنا. تمام، وآمنت بالله انه نقول ما بلغ تبليغ عام باسماء الأمة. خلي هاي النقطة فرضية. النقطة الاخرى انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا، وشنو في حجة الوداع قال علي ولي رفع يد الإمام علي وقال لانه من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال قبل الاستشهادة انه تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي قبل استشهاده على بيتي. قبل استشهاد النبي؟ قبل استشهاده نعم، قبل ما تسمع عائشة وعثمان وعمر وأبي بكر. عائشة وعثمان وعمر وهذه الروايات، هذه الروايات صحيحة عندكم في المستدرك في الصحيحين عند عند أحمد وصحيح أحمد. هات في مستدرك أحمد. مستدرك أحمد أو المستدرك تعالى بس ما فيش حاجة اسمها مستدرك أحمد، خلينا بس نرد على كل حاجة. طيب ممكن تقولي الرواية بالمرة؟ ممكن تقول لي الرواية سمي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا صحيح. نعم. هات. النبي عندما تمرض جاءت عائشة وقالت لدذناه. أيوة بالدواء، بالدواء ده يبقى انتحر النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعوا له السم.
لهذا الفهم العقيم عندكم مع ضعف رواية تستدلون بها، يبقى كده حطوا للنبي السم. يا غبي، حتى لو ام المؤمنين سمت النبي صلى الله عليه وسلم هتطلع تقول احنا سمينا النبي صلى الله عليه وسلم. طب والامام علي بقى المفروض هو الامام الخليفه المنصب من قبل الله تبارك وتعالى، لماذا لم ينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. سؤال قوي. تفضل. طيب مجال. لا 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 ايوه اعطيني مجال. لا 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 اجبنا على ديت. الامام علي اما عائشه وحفصه وعثمان وعمر وابو بكر اتفقوا وسموا النبي صلى الله عليه وسلم. الامام علي انا دلوقتي لو دخلت ده الفرخ ده الفرخ ما بيرضاش على زوجته كده مثلا، فما بالك ان النبي وعلي هو الوصي الامام المعصوم من بعدي اللي مسؤول عن كل شيء ويسيبهم بقى يقول لا لا خلاص علشان نحافظ على بنت اللي سموا النبي، ما هو مش بنت اسلام دول، ده سموا النبي وقتلوا النبي. الامام علي لماذا لم ينتقم للنبي؟ تفضل تفضل يا حبيبي. هذا السؤال اولا هذا سؤالك غلط، سؤالك غلط هذا. ايوه سؤالك غلط يا رامي عيسى، ما ينفعش تقول لي ان علي انتقم للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نمسك واحده واحده من اللي انت قلتهم علشان ارد عليها حاجه. اول حاجه قلت لي احنا بناخد تفسير الائمه المعصومين، انت بتضحك يا علي، انت جاي تبيع ميه في حاره السقايين يا علي. تفسير معصومين ايه وبطيخ يا علي؟ بص ورايا يا علي، بص ورايا يا علي. تفسير مجمع البيان للمعصومين يا علي اللي مليء بالضلالات والكفريات. تفسير كنز الحقائق وبحر الدقائق للمعصومين يا علي. تفسير البرهان للمعصومين يا علي. التيسير في تفسير القرآن للزبيدي للمعصومين يا علي. تفسير الأمثل للمعصومين يا علي. كل هذه التفسير، ده التفسير الوحيد اللي نسبتوه للأئمة المعصومين عندكم، تفسير الإمام العسكري ومليء بالزندقة والكفر، وطلع سلقلقياس الخسيس طعن في تفسير الإمام العسكري. فما تجيش تقول لي احنا عندنا بناخد تفسير وانت عندكم كتب صحيحة يا علي. اذا كنتوا بتقولوا القرآن محرف، اذا كان كل التفسير دي بتقول القرآن محرف، فازاي هتاخده؟ اذا كان كمان عندك اللي جمع القرآن الصحيح والإمام علي والتفسير الصحيح مع الإمام علي وسلمه لإمامك الهارب يخرج بيه في اخر الزمان، يبقى بالله دي يشرب ميتها. اول حاجه ما بتقول احنا بناخد تفسير الائمه المعصومين. اتنين بتقول حديث والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بعترته اهل بيته. ما هم اهل بيته انتوا بتقولوا سموا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله يريدون يشبهوا شخص ان هو يعني عياذا بالله وكانه مغفل عياذا بالله، ويريدون يشبهوا النبي بهذا الشخص. النبي يعلم الغيب عندهم وعارف ان عثمان هيقتله ويقول له تعالى يا عثمان ما جوزك اتنين من بناتي، واول زنديق انكر زواج عثمان ان النبي ليه بنات غير فاطمه، اول زنديق انكره ابو القاسم الكوفي اللي هو كفروا علماءك وكلوا من المخمسه، كان يرى بالهيه علي ابن ابي طالب. فالنبي ليه ابناء باعتراف السنه والشيعة، فقالوا تعالى يا عثمان ما جوزك اتنين من بناتي، وانت يا ابو بكر تعالى ما اتجوز بنتك عشان ما تسميني يا ابو بكر انت وبنتك، وانت يا عمر تعالى ما اتجوز بنتك عشان ما تسميني انت وبنتك. انتوا للدرجه شغل الجنان اللي عندكم ده عايزين تنسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ففين عترتي هو اهل بيتي؟ فين وانتوا كفرتوا عقيل ابن ابي طالب؟ طعنتم في عقيل وطعنتم في العباس وطعنتم في ابن عباس وطعنتم في محمد بن الحنفية ابن الامام علي، وطعنتم في ابناء الحسن كانوا حسد يحسدون الائمة، وطعنتم في عبد الله بن جعفر الصادق، وطعنتم في محمد بن جعفر الصادق، حتى كفرتم ابناء الائمة. فدوت ما تقوليش النبي وصى بعترته، فين عترتي الان؟ ما هربنا هو وانتم تتمسكوش بها. وبعدين قلت علي في حجة النبي قال في حجة الوداع من كنت مولاه في هذا، وردنا على حديث الغدير كثيرا. طب ليه النبي ما بلغش بقى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ قال الائمة يبدأون بعلي ثم الحسن ثم الحسين. ليه ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما اخبرش بذلك في حجة الوداع؟ ادي جت عليك برضه. وبعدين قلت عائشة وعثمان وحفصة سموا النبي، وهذا طعن فيكم وطعن في دينكم وفي قذارة دينكم اللي مليء بالخرط دوت. النبي صلى الله عليه وسلم انتحر. طيب واحد يعلم ان في سم وقالوا هل الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، فهل الله عصم النبي من عائشة ومن معها ولا لم يعصمه وسموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتحداك تجيب دي. هعيد عليك تاني، هل الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة يا علي ولا علي تسمعني؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم الله عصمه من عائشة ولا لم يعصمه وعائشة غلبت الله ورسوله وسمت النبي؟ تفضل يا علي. الاتصال انقطع، خلينا احنا اجيب علي تاني معلش، خلينا اجيب علي تاني. دين متناقض هذول الشيعة، دين قذر، دين قذر ورب الكعبة. يدوروا بص يدوروا على اي شيء عشان يطعنوا في عرض محمد صلى الله عليه وسلم. ما بيجمعش، ده اسمه شيعي اسمه علي حسين بيخش يشارك بايه يعني؟ ولم يجب على السؤال اين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم باسم الائمه الاثني عشر؟
خلينا احنا بنجيبه تاني هوت، بجيب لكم علي تاني هوت ان شاء الله لعله يرد علي. ايه علي تسمعني الان؟ بس اريد اعرف اوكي مجال اسمعك اسمعك. طيب ماشي، سؤالي لك يا علي معلش بس عشان اجيبتك للنقطه دي. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، فهل الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه، ولا استطاعت عائشه ان تغلب الله ورسوله وتصوم؟ قبل لا تسال، هل الله قبل لا تسال ليش تعلق الخط عليه؟ معلش عشان تسمعني زي ما بسمعك، هل النبي صلى الله عليه وسلم يا علي الله عصمه من عائشه؟ يا علي مو اداب الحوار ابدا. طيب ان شاء الله انت عندكم ادب ما تقول لي اداب الحوار، ما انتوا كذبتوا لي ستعين في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمته انه انتحر عياذا بالله. برجع وقلت لك طب علي ليه ما انتقمش منه؟ قلت لي لا سؤالك غلط. قلت لك خلاص هسيبك من ديت، ارجع اعيد عليك السؤال ثاني يا علي واجبني. هل النبي صلى الله عليه وسلم الله عصمه من عائشه وحفصه وابو بكر وعمر وعثمان زي ما انت قلت ما يسموه، ولا سموا النبي صلى الله عليه وسلم والله لم يعصمه؟ تفضل يلا يا علي. نعم عصم الله من عائشه ولا لم يعصمه؟ سؤالك يقول انه هو يعرف اكو سم رغم انه يعلم الغيب تمام لكن شربه. لا 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 لا, لا ما مش ده سؤالي، مش ده سؤالي. السؤال اللي انت بتهرب منه، هل الله عصمه من عائشه ولا لم يعصمه من عائشه؟ الله قال والله يعصمك من الناس. تفضل يا علي. القضيه هو صبره، القضيه هو اختبار الامه بهاي السؤال. اختبار الامه. روح يا علي، عرفت ان ربنا ما عصمهوش يا علي؟ روح يا علي، روح يا علي. ده معتقد الاماميه الاثنى عشريه ايها الاكرم، ده معتقد الاماميه الاثنى عشريه، وده شفتوا الضعف، شفتوا هوان وضعف وحقد هؤلاء على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. طب وعملوا كده ليه؟ وسموا النبي ليه؟ ليه سموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هيستفادوا عشان يختصبوا الخلافة، وبعد ما أصبحوا خلفاء هل اكتنزوا الذهب والأموال يا شيعي عاقل وامتلكوا العقارات؟ ده كان عمر بينام تحت شجرة، أبو بكر هو بيموت قال لهم كفنوني في الثوب القديم، كان عنده ثوبين اثنين فقط، اثنين فقط، قال لهم كفنوني في واحد والجديد دوت ما تكفنوش فيه تصدقوا بيه. جمعوا ايه؟ أخذوا ايه؟ امتى تفك بقى يا شيعي من هذه الافكار المجوسيه اللي دخلت في التراث المجوسي كما يقول كمال الحيدري؟ كان معكم علي حسين. خلينا ناخذ هذا الاتصال. وزي ما شفت اخواني واخواتي، هذول الشيعه اوسخ ناس، ائمه الشياطين هذول، يطعنوا بعرض النبي ويسبوا وكل شيء، يقول لك نحن مسلمين. على العموم ما اطولش عليكم، لا تنسوناش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس علشان نستمر ندق الشيعة، وان شاء الله بكرة اشوفكم بحلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.